موضوع ديال عيد الأضحى. موضوع عيد الأضحى كان فعلا موضوع اجتماع الذي ترأسه السيد الوزير مع المتدخلين في القطاع، وأيضا كان موضوع ديال واحد المساءلة في مجلس المستشارين من طرف المستشارين اللي سألوا السيد الوزير وقدم معطيات. دابا الآن نحن نعرف بأنه هناك جوج ديال العمليات تقوم بهم الحكومة في هذا المجال. هذا كاين العملية الطبيعية والعادية اللي هي الترقيم والجودة والمراقبة، ولكن أيضا هناك عملية ثانية هي أنه نفتحوا المجال ديال الاستيراد. كانت عملية السنة الماضية، واليوم كاين عملية جديدة هذه السنة هذه، لكن هذه السنة هذه هناك رغبة في أنه الأرقام والأعداد تكون مضاعفة. كنتكلموا الآن على 600,000، قدروا نمشيوا لأكثر، لكن يجب أن نعرف بأن هذا موضوع معقد. ماشي فقط ملي كتحط واحد الميكانيزم ديال الدعم وكتفتح الدعم راه كيجي الاستيراد بسهولة. هناك مجموعة من القضايا المعقدة والمركبة اللي كتدخل في هذا الموضوع. فالحكومة حاولت أنها تبسط المسار اللي كان السنة الماضية، حاولت أنها تقننه باش تكون واحد الجدية ويكون واحد يعني ويكون أيضا واحد السهولة، لكن نتمنى أن الاستجابة تكون قوية باش نقدروا أننا نوفروا هذا الأضاحي إن شاء الله وتمر الظروف ديال العيد في ظروف جيدة. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.